الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام على شهدائنا الأبرار الذين قتلوا بأمر من الأشرار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم أيها الشرفاء والشريفات في هذا الوطن السليم، في هذا الوطن المجروح. ما أشبه ثورتنا بثورة الإمام الحسين عليه السلام وشهدائنا بشهدائها. هناك شبه كبير بين ثورتنا وما حصل في كربلاء. إن الإمام الحسين عليه السلام خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، ومعناه أن الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج على يزيد طاغية زمانه لا ليصلحه أو ليتصالح معه، وإنما لينتزع منه ما أخذه هو وأبوه بالحيلة والمكر. الحسين عليه السلام صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بالروح بالدم نفديك يا شهيد. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج على يزيد طاغية زمانه لا ليصلحه أو ليتصالح معه، وإنما لينتزع منه ما أخذه هو وأبوه بالحيلة والمكر، ليثبت الدين الذي جاء به جده المصطفى صلى الله عليه وآله بعدما أفسد يزيد في البلاد. وقال عندها الإمام الحسين عليه السلام: يزيد فاسق فاجر وقاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. فقتل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وسبيت نساؤه، وهذا ما حصل. أتعرفون الخيول الأعوجية التي داست جسد الإمام الحسين عليه السلام وكسرت أضلاعه؟ فالعتب ليس على الخيول طبعا، إنما على من ركبها وأتمر لأمر يزيد. نعم، هي موجودة عندنا كذلك. أتعرفونها؟ هي تلك العقول التي وقفت ضد إرادة هذا الشعب وشمرت عن أنيابها وشاركت النظام فيما يريد، بحجة أن المقاطعة قرار فاشل والمشاركة في هذه الانتخابات قرار صائب. وهل المشاركة في هذه المجالس النيابية السابقة أفادت الشعب في شيء؟ إلا اليسير، ولكن القوانين الصارمة ضده كانت أكبر. وهل المشاركة استطاعت دفع الضرر؟ كلا والف كلا. وهل المشاركة ستنصف حق الشهداء والمعتقلين؟ وهل مشاركتك مستقلاً يا من تدعي عدم جدوى المقاطعة ستحقق ما لم تستطع تحقيقه كتلة بأكملها؟ هكذا السياسيون يفكرون؟ كلا، كل الشعب على خطأ وأنت على صواب، وأنت محسوب على المعارضة. شهداءنا كربلائيون، نعم، ونحن سائرون على نهجهم، لأنهم انتهجوا منهج إمامهم الحسين عليه السلام، ومن أجلهم سنقاطع الانتخابات الصورية، وسنقاطع كل من يشارك فيها، لأنها تدعم النظام الذي سفك دم أبنائنا
وسجن الخيرة من شبابنا وشاباتنا، وهجر المئات من أحبتنا، واغتصب حقنا، وانتهك حرماتنا. فثورة كربلاء كلها حكم وعبر، فلنتعلم كما تعلم غاندي وغيره، وكونوا أحرارا في دنياكم، ونعلنها صراحة كما أعلنها الإمام الحسين عليه السلام، وقال لأزلام يزيد: مثلي لا يبايع مثله. وما الدخول والمشاركة في الانتخابات إلا بمثابة البيعة لهذا النظام، ودليل على نهاية ثورتكم. فهل تقبلون نهايتها بهذه الصورة؟ كلا، لن نقبل نهاية ثورتنا ببرلمان مخصي لا يهش ولا ينوش، وسنواصل حراكنا وثورتنا حتى تحقيق المصير الذي حققته ثورة كربلاء، وهو النصر والشهادة معا.